أعزائي مستمعي ومشاهدي صوت وتلفزيون فلسطين، السلام عليكم ورحمة الله. طفت على السطح في الآونة الأخيرة عديد الأسئلة حول جدوى مجمل الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ذاك أن دولة الاحتلال عطلت من البنود ما يخالف سياساتها وفعلت تلك التي تعود عليها بالنفع والفائدة وعلى الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. ومن أهم الاتفاقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي عرقل نمو اقتصادنا وزاد من العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل وعمق اعتمادنا على السوق الإسرائيلي وحد من قدرة الشركات الفلسطينية على المنافسة، وأدى إلى خسائر ضريبية كبيرة ومنع الاقتصاد الفلسطيني من التفاعل مع الأسواق العربية. وبذاك تكون إسرائيل ارتهنت أهم مقومات الدولة، إذ أن العماد الرئيس لضمان قيام أي دولة هو الاقتصاد الفاعل المؤثر القادر على النمو وإحداث التوازن المطلوب في سوق غير خاضعة لأي ابتزاز سياسي. ولم يقف طمع إسرائيل عند هذا الحد فحسب، بل أن دوام سيطرتها على معابرنا وحدودنا وسائر مواردنا وسياساتنا النقدية والضريبية يحول بالضرورة دون تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وبالتالي نفقد القدرة على خلق فرص العمل لتتحكم هي أيضا بمصير عشرات آلاف العمال والحرفيين وأصحاب المهن المختلفة لصالح سوق العمل الإسرائيلي تحت سقف قانون يتنافى مع أبسط شروط العمل من حيث الحقوق وشروط العمل البالغة السوء وبأجور أقل من متدنية، ويكفي القمع والمهانة التي تطال العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر وخاصة على المعابر التي خصصت لدخولهم، ناهيك عن الازدحام المفتعل والذي أدى في بعض الحالات إلى وفاة عمال بفعل الاكتظاظ، وكما قال لي أحدهم هي لقمة العيش المغمسة بالدم وأجزم أنها كذلك. إذن هي اتفاقية باريس المفترض أنها محكومة بسقف 5 سنوات، يفترض أننا في حل منها منذ عام 99 موعد انتهاء مفاوضات الوضع النهائي كما حددت ذلك اتفاقية أوسلو. لمناقشة هذا الملف الأكثر إلحاحا وأهمية وللوقوف على كيفية التحرر من هذا الإجحاف واعتماد إطار اقتصادي جديد يفضي إلى استقلالية الاقتصاد الوطني كجزء لا ينفصل عن خريطة طريق فلسطينية نحو إقامة دولة مستقلة بكافة المعاني وقابلة للحياة، أستضيف الدكتور محمد مصطفى المستشار الاقتصادي للسيد الرئيس ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا فيك أخ ماهر. قبل أن نبدأ هذه المكاشفة أعزائي المشاهدين، بإمكانكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على المكشوف pbc.bna.bs أو مراسلتنا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك على المكشوف PBC. ابقوا معنا فاصل قصير ونبدأ هذه المكاشفة. دكتور محمد مصطفى، نرحب بك مرة أخرى في برنامج حكي على المكشوف. في الحقيقة التصريحات التي أطلقتها يعني جاء وقعها إيجابي بشكل كبير على في الشارع الفلسطيني، وبالتأكيد أحدثت ضجة وتساؤلات لدى العديد من الأوساط الدولية والإقليمية. ولكن بداية، هل هناك نية لدى السيد الرئيس بسرعة فتح ملف اتفاقية باريس أو بروتوكول باريس كما يطلق عليه لتعديله؟ هل هذا التوجه حسب الاتفاق المبرم مع الجانب الإسرائيلي ممكن؟ يعني أولا شكرا أخ ماهر لك ولتلفزيون فلسطين على اهتمامكم بالمتابعة في هذا الموضوع الحيوي والمهم زي ما حضرتك قدمت في المقدمة. أعتقد أنه السيد الرئيس حط إصبعه أصلا على الموضوع عندما صرح في طريق عودته من نيويورك بأنه لم نعد نحتمل هذا الوضع الاقتصادي الضعيف، وأن اتفاق باريس كما عرفناه لم يعد أيضا هو الإطار الصالح ليحكم العلاقة الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل.
طبعا كلام الرئيس وتصريحاته وبالتالي متابعتي أو متابعتنا ككل كمجموعة في الفريق الفلسطيني ما أجت من فراغ، ما أجت لأنه والله إحنا من حب نغير مواقفنا أو نتنصل من اتفاقيات موقعة، لكن إلها الموضوع حيثيات وخلفية لابد أن نشرحها ونوضحها للجميع. أولا لو تلاحظ أن الرئيس أطلق هذا الكلام أو هذا التصريح في طريق عودته من نيويورك بعد أن خطب خطابه المهم التاريخي نعم. الذي أوضح فيه بأنه من الآن وصاعدا لم يعد كافيا الكلام عن مفاوضات عدمية، مفاوضات لا تؤدي إلى نتائج، وتكريس للاحتلال وتكريس للاستيطان، هذا أمر غير مقبول. لذلك العنوان في المرحلة القادمة هو الاستقلال، الاستقلال الذي نسعى من خلال المؤسسات الدولية المتحدة على رأسها أن نأخذ أو نحصل على الدعم الدولي والاعتراف الدولي، ثم نعمل على تجسيد هذا الاستقلال كواقع على الواقع ومن خلال نضال شعبنا أيضا على الأرض. لذلك يجب أن نفهمه في هذا الإطار السياسي، إحنا نريد دولة مستقلة قابلة للحياة، والموضوع الاقتصادي جزء مهم من حيوية واستمرارية وديمومة هذه الدولة، وبالتالي مكان هذا الموضوع الاقتصادي هو الإطار السياسي العام اللي رسمه سيادة الرئيس في نيويورك، هذا أولا. لكن لابد أيضا أنه نكون صادقين مع أنفسنا ونقول أنه الوضع الاقتصادي بالرغم من كل الجهود اللي بذلها جميع الأطراف في السلطة الوطنية الفلسطينية وفي القطاع الخاص الفلسطيني والأصدقاء من العرب والأجانب المانحين اللي ساعدونا خلال 15 سنة اللي فاتت بطريقة ممتازة، نعم. الكل ما قصر، لكن لما نراجع ونشوف وين وصلنا كله هش بصفي بدون صفة هش وصفة النتائج لما نطلع عليه، لأننا بنعمل جردي الحساب شو قدمنا لهذا الاقتصاد وشو طلعنا نتائج لغاية الآن، بنقول إنه هذا الوضع لا يستقيم، هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. فالسيد الرئيس لذلك أراد أن مثل ما صرخ صرخة قوية ومدوية في الأمم المتحدة إنه الوضع السياسي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، نحن نريد أن نردد من وراء الرئيس أنه الموضوع الاقتصادي والوضع الاقتصادي لا يمكن أيضا أن يستمر بهذه الطريقة.